أكوان الله وآياته أفاق النور وبركاته مرج البحرين بحكمته لا يبغي ملح وفرات خلق الأكوان وزينها أضواء النور وسبحات وجبالا أرسى بقدرته زرع وثمار ونبات أحوال الخلق يدبرها شهدت بالجود الخيرات. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأرحب بكم في لقاء جديد من سلسلة آيات للموقنين، لنزداد إيمانا بهذا الخالق العظيم ونعيش مع آيات في هذا الكون، عسى أن نعود إلى الله تبارك وتعالى. طالما نظر العلماء إلى كوننا على أنه كون ثابت، الأرض في المركز تدور حولها النجوم والكواكب، وهكذا منذ الأزل وسيستمر إلى ما لا نهاية، وبالتالي فإن الملحدين أخذوا هذه النظرية واعتقدوا بها وروجوا لها وأسموها نظرية الكون الأزلي، حتى جاء العصر الحديث فثبت يقينا أن الكون له بداية وله نهاية، وأنه لا يوجد شيء أزلي إلا الله سبحانه وتعالى. علماء وكالة ناسا أيها الأحبة عندما صعدوا إلى الفضاء ماذا قالوا؟ قالوا أحسسنا وكأننا نطوف ونسبح ونطفو في سائل، كأنهم في مسبح في الماء، سبحان الله، لأن الحياة خارج الأرض عديمة الجاذبية، لا يوجد جاذبية خارج الأرض، وبالتالي أنت تشعر كأنك تطفو فوق سطح سائل، ليس هناك اتجاهات وليس هناك شيء يجذبك إلى أي اتجاه، فتبقى هكذا، لا يوجد أي جاذبية، فتشعر وكأنك تسبح. لذلك حتى إن علماء وكالة ناسا يعبرون عن السباحة بالفضاء يستخدمون كلمة سويم، يعني يسبح، فكما أن الإنسان يسبح أيضا هناك سباحة في الفضاء. قال تبارك وتعالى: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. يعني سبحان الله، انظروا الدقة العلمية للقرآن الكريم، لم يقل كل في فلك يدورون، لم يقل يتحركون، لم يقل مثلا يسيرون، لا، بكل بساطة قال وكل في فلك يسبحون. فعندما نتأمل هذا الكون بما فيه من شموس وكواكب ومجرات، نجد حتى الشمس تسبح، الشمس لا تسير بخط مستقيم، إنما صعودا وهبوطا وتتقدم، وكأنها إنسان يسبح سبحان الله. وتدور هذه الشمس حول مركز مجرتنا دورة كل 250 مليون سنة، تصوروا. الكواكب أيضا تسبح، تدور حول الشمس ولكنها تصعد وتهبط أثناء حركتها مع الشمس، وتدور وتسبح حول مركز المجرة. وبالتالي فإن الليل أيضا يسبح والنهار يسبح، حتى الذرة أيها الأحبة لها حركة اهتزازية موجية، حتى الصوت له حركة اهتزازية موجية، الكواكب، المجرات، كل هذا الكون وكأنه يسبح. لذلك الله تبارك وتعالى قال وكل في فلك يسبحون. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون.
يعني هنا نحن أمام آية عظيمة تؤكد أن الشمس لا يمكن أن أو لا ينبغي حتى أن تدرك القمر. لماذا؟ لأن مدارات الشمس والمسار الذي ترسمه الشمس يختلف تماما عن القمر، فلا يمكن أن يلتقيان إلا يوم القيامة عندما تخبو الشمس وتستنفذ طاقتها وتتحول إلى عملاق أحمر يصبح كبيرا جدا يقترب من الأرض، وأول شيء يبتلعه هو القمر. لذلك الله تعالى قال وجمع الشمس والقمر، هذا يوم القيامة طبعا. ولكن هناك دلائل علمية تؤكد أن الشمس والقمر سيجتمعان في زمن لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. آيات للموقنين. أيها الأحبة، هذه الحقيقة تنطبق حتى نحن أثناء الطواف عندما نطوف بالبيت العتيق، إنما نسبح حول الكعبة، وتشبه حركتنا حركة النجوم في المجرات. لذلك عملية الطواف حول الكعبة أيضا هي توافق وتناغم وانسجام بين عبادة الإنسان الطواف وبين الكون. لذلك سبحان الله، يعني عندما أطلق علماء ناسا لفظ السباحة على الكواكب التي تدور وعلى الإنسان الذي يعيش في الفضاء في المركبة الفضائية، ليس عبثا، بل إنهم اخترعوا حوضا للسباحة، هو الأكبر في العالم موجود في وكالة ناسا، لتدريب رواد الفضاء على إصلاح المركبات الفضائية في تحت الماء. لماذا؟ لأن الإنسان عندما يكون تحت الماء يشعر نفس الشعور وكأنه يطوف خارج الأرض بين الكواكب، نفس الشعور. لذلك يقوم رائد الفضاء بالتدرب على إصلاح المركبات الفضائية والأقمار الاصطناعية وغير ذلك، يقوم بالتدرب عليها داخل الماء في بدلات الغوص، ثم عندما يصعد إلى الفضاء الخارجي فإنه ماذا؟ لا يشعر بشيء غريب، لأن السباحة التي يمارسها داخل الماء تعطيه إحساسا يشبه الإحساس الذي يشعر به وهو خارج الأرض في مجال انعدام الجاذبية الأرضية. لذلك أيها الأحبة، الله تعالى قال وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. من أين جاءت هذه الدقة العلمية؟ حتى هذه الآيات هي وسيلة لك أيها الإنسان، عسى أن تعود بها إلى الله وتستيقن أن هذا القرآن هو الحق، كما قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آياته للموقنين رتلت ذكرا مبينا، شمسه بالنور تسري جل من أجرى العيون، أبدع الأغصان فضلا أنبت الحب الحصينا، أجرى بحرا عند بحر برزخ الآيات فينا، مالك الأقدار.